أنا دكتورة أماني قشمر، تخصص علم نفس تربوي تعلم ونمو في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية. علم النفس التربوي هو المجال التطبيقي لعلم النفس العام، فهو تخصص نمائي وقائي وليس علاجي. بالنسبة للاعتمادية الدولية، توشك كلية العلوم التربوية على إنهاء متطلبات الاعتماد الدولي كيب، وهذا الاعتماد إجمالي ويشمل جميع البرامج الموجودة في الكلية وبما يتضمن علم النفس التربوي تعلم ونمو. ماجستير علم النفس التربوي تعلم ونمو فيه مسار شامل وفيه مسار الرسالة. مسار الشامل يتكون من 33 ساعة معتمدة تتوزع على مواد إجبارية، مواد اختيارية وامتحان الشامل. أما مسار الرسالة تتكون الخطة من 33 ساعة موزعة كالآتي: مواد إجبارية، مواد اختيارية والرسالة الجامعية. المنهجية المتبعة في البرنامج هي طريقة التدريس النظرية. نستخدم التعلم المدمج Blended Learning والتعلم التعاوني. اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في تدريس علم النفس التربوي تعلم ونمو. يخولك برنامج ماجستير علم النفس التربوي أن تكون قادراً على تشخيص المشكلات وقادراً على تفادي المشكلات السلوكية والتربوية لدى الطلبة ولدى المتعلمين بغض النظر عن أعمارهم. يكتسب الطالب الملتحق في ماجستير علم النفس التربوي تعلم ونمو مهارات بحثية عميقة جداً تؤهله للمساهمة في زيادة فعالية عمليتي التعلم والتعليم في المؤسسة التربوية التي يعمل بها. أما عن المهارات المكتسبة على الصعيد الشخصي، علم النفس التربوي تعلم ونمو هو تخصص هام ومفيد للمربي بشكل عام. فإن كنت والداً أو معلماً في أي مستوى تربوي، ستجد هذا التخصص داعماً لك ومؤهل. أما عن فرص العمل في السوق العالمي، فيستطيع من تخصص في علم النفس التربوي أن يعمل في المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها كالجامعات والمدارس والهيئات المختصة بالبحث العلمي والتربوي والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. أهلاً وسهلاً بكم بالجامعة الأردنية. Welcome to the University of Jordan.